وفاة سلوم حداد خبر أحدث بلبلة كبيرة بين الجمهور وأحزن الكثيرون، ونقابة الفنانين في سوريا تعلق. انتشر الخبر بشكل واسع بين المتابعين، حزن وقلق كبيران سيطرا على محبي الممثل السوري القدير، إلى أن خرجت النقابة وحسمت الموضوع. مشان هيك كانت بنت بأول عمرها راح تتبهدل وتروح. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر وفاة الممثل السوري سلوم حداد، وهو ما أحدث صدمة كبيرة لدى الجمهور. وقد تبين فيما بعد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعة، وهو ما أكدته نقابة الفنانين في سوريا التي نفته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك. وكتبت الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير، وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة، والرجاء عدم تداول أي أخبار إذا لم يكن صادر عن نقابة الفنانين، وشكراً. شو من كانت نعمة عاملة أو قايلة؟ أنت يشار إلى أن الممثل السوري سلوم حداد يشارك حالياً في بطولة مسلسل العربجي إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين، بينهم باسم يخور ونادين خوري وديما قندلفت وميلاد يوسف. وكانت أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن انتهاء التصوير من خلال صورة نشرتها على إنستغرام جمعت فريق العمل. يا ريتني لا طلع. وكتبت الشركة في البوست المرفق شكر لفريق العمل، قالت فيه: تتقدم شركة جولدن لاين مع انتهائها من عمليات تصوير مسلسل العربجي بالشكر إلى فريق العمل ممثلاً بالمخرج الرائع سيف السبيعي، إلى جانب فريق الإنتاج تحت إدارة فادي نخلي والمخرج المنفذ وائل أبو شعر، وفريق الإضاءة والتصوير بإدارة إليسيو وناصر ركا. كما شكرت كل من سلوم حداد، نادين خوري، باسم يخور، ديما قندلفت، ميلاد يوسف وكل أعضاء الفريق من تصميم الأزياء وتصفيف الشعر والمكياج والديكور. باسم يخور بدوره شارك صورة من الكواليس على إنستغرام وعلق عليها: انتهى تصوير العربجي، شكراً لكل الشركاء الرائعين، شكراً جولدن لاين. وشارك باسم أيضاً ستوري ظهر فيها مخرج العمل سيف سبيعي من الكواليس وعلق عليها: الصديق الرائع سيف سبيعي، شكراً على هذه التجربة الجديدة التي جمعتنا معاً، شكراً على كل جهدك ومحبتك الغامرة. ليرد عليه سبيعي: النجم يعطيك ألف عافية يا ملك.